هاي يا بنات، والجولة المنتظرة جولة في محل ماكس لبس العيد. الفساتين عندهم ما بتهزرش، ماتيريالز كتير وفئات سعرية مختلفة تناسب كل الناس. هتلاقوا الأسعار بتبدأ من 230 لغاية 600، وهتلاقوها بألوان صيفية مبهجة جدا. هتجيبي مع الدرس شنطة شيك وتكون ألوانها صيفية زي اللون الأخضر، الفوشيا، ممكن الأصفر كمان. هتلاقوا عندهم الدريسز السادة اللي ما ينفعش نستغنى عنها ابدا، ودايما بستخدمها في الستايلينج، هتلاقوها بسعر تقريبا 230. هتلاقوا منها الاسود والازرق والوان تانية. وبس كده، وهسيبكم مع باقي الكولكشن. كمان هتلاقوا البنطلونات اللي زي دي اللي فيها رسومات تشبه فترة السبعينات، طالعة معانا ترندي جدا، ممكن تجيبي عليها حاجة سادة من فوق. وهتلاقوا عندهم كمان بنطلونات سادة، وهتلاقوا اغلب الديزاينز برجل واسعة، لان الليجن هنلاقيه اختفى شوية. طبعا مش معنى ان الليجن اختفى ان احنا نرميه، ومش معنى انها موضة ان احنا نجيبها حتى لو مش عجبانا، بس يا بنات دايما التغيير مطلوب. كمان البلاوزز عندهم حلوة جدا، شكلها مختلف والوانها حلوة، ودايما هتلاقوها بتدي فايبس حلوة جدا. يستخدموا خامات حلوة جدا ورسومات مبهجة زي البلاوز دي. دي من اكتر الحاجات اللي عجبتني، لان الرسومات والالوان تبعها خطيرة. كمان مستخدمين ماتيريال مختلفة بالاكمام. اما التيشيرتات عندهم يا بنات حكاية. لو انت عايزة تيشيرت مميز وباسعار حلوة جدا، لا يمكن تخرجي من ماكس وانت مش في ايدك على الاقل 3-4 تيشيرتات. كمية فرايتي والوان حلوة جدا ومبهجة. كمان انا بعمل حركة حلوة قوي، بستنى لما الحاجات دي تتخفض تبقى ب60 أو 80 جنيه واشتري كذا تيشيرت. هو طبعا للخروج تحفة اكيد، بس كمان بستخدمها في البيت واجيب لها لجين قصير. وبس كده.